مهرجان كان هو من المناسبات الأهم والأعلى بجدول أعمالي أنا كإعلامية وكمان كبنت شغف السينما. أكيد ما بحياتي فكرت أنه نعمل كوفر بكان، أنه كل الناس بيفكروا فيي مع كان، فهيدا مناسبة كتير حلوة لأنه الغلاف تبع سيدتي اللي فات كان خلال Arab Got Talent، بقى هالشي اليوم عم نتكلم عن السينما وأكيد بيبسطني. ما بعرف الأفلام يلي ممكن تكسب، لأنه بالسنين الماضية بمهرجان كان الفيلم يلي بيكسب هو الفيلم الغير منتظر، هو الفيلم يلي بيكتشفه الجمهور ولجنة التحكيم. هيدا مهرجان اكتشاف الأفلام المهمة يلي رح نشوفها بعدين بموسم الجوائز. انا لما انا وموجوده بمهرجان كان يلي بحب اعمله اكثر شيء هو احضر افلام. بتذكر باول سنين بالمهرجان لما ما كنت اعمل هالقد انترفيوز لبرنامجي، ما كان عندنا الاكسس يلي عندي اياه هلا، وانا لازم يكون الانتباه للافلام يلي عم غطيها. اكيد كنت رح شوف اكتشف الافلام انا كمان، الفيلم الكوري، الفيلم الصيني الجديد، الفيلم الايراني، الفيلم المصري، اي وود ديسكفر اكثر. You bring it out of me. I could be great, just wait and... هلا بس بشوف هيك الافلام الاكثر الستوديو موفيز والبلوك باسترز، بس هيدا ما بيعني انه بكتشف الافلام الفنيه. ما بعرف انه اذا اجاني المشروع المناسب يلي انا بدي اتشوق او اتشجع انه يمكن اظهر من ال سيفتي نت تبعي يلي هو التقديم يلي انا برتاح فيه اكثر شيء ويلي بلاقي انه يمكن عندي التالنت فيه بشيء مختلف كليا. يعني اذا بتقلي غني بقول لك اكيد لا، لان صوتي بشع كثير، بس اذا بتقلي في دور لذيذ بيلبق لك يمكن، بس بعد ما انعرض علي شيء لافت للانتباه بيناسبني بقى اي دونت نو، يمكن القدر بيشوف. كثير هيو جاكمان وكيت وينسلت وكيت بلانشيت تحت إدارة مارتن سكورسيزي إذا بدي أختار يعني شيء، وأكيد بفوز بالأوسكار تلقائيا دغري هيك. She's a real actress لولا أكثر مني بكثير، يعني بتعرف هيك تحط to turn on the drama. بتشبهني كثير شكليا، بعرف الناس ما شافوها على السوشيال ميديا وانا حريصه انه ما نشوف وجهها، بس بسميها ميني مي، بتشبهني كثير مع عيون زرق. مره كنا بمطار، ما بعرف وين كنا، بفتكر ببيروت، وهجمت علي بنت اي لاف يو سو ماتش، انه بتحضرني من زمان وكل هالشيء. طلعت لولا هيك استغربت، قالت لي واي داز شي لاف يو، انه ممنوع حدا يحب امي مثلي. اتس فيري كيوت. شكرا لجمهور سيدتي عم لوكينج ات ذا كاميرا، لانه بعرف انه بتلحقونا كمان بكل المهرجانات، وحلو نحن انه نساند مش بس السينما العالميه، كمان السينما العربيه وكل نجومنا من الوطن العربي. و I hope you like this very special unique cover that we did here in Cannes.